أصيب 8 إسرائيليين بجراح بينهم إصابات خطيرة في عملية إطلاق نار فجر اليوم استهدفت حافلة قرب حائط البراق بمدينة القدس المحتلة. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فقد استهدفت عملية إطلاق النار حافلة للمستوطنين، فيما قالت الشرطة الإسرائيلية إن عناصرها طوقوا المكان بحثا عن مشتبه به انسحب من المكان قبل أن تشن حملة مداهمات في حي سلوان وأحياء أخرى بالمدينة. وفي ردود الفعل الأولية على عملية القدس، اعتبرت حركة حماس عملية إطلاق النار في القدس المحتلة برد الفعل الطبيعي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي وممارسات المستوطنين اليومية بحق الشعب الفلسطيني. وأكد المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم على استمرار وتصاعد المقاومة التي قال إنها السبيل الوحيد لحماية الأرض والمقدسات، موضحا أن التشديدات الأمنية والإجراءات القمعية للمحتل لن تثني من عزم المقاومة وتكسر إرادتهم. من جهتها باركت حركة الجهاد الإسلامي عبر الناطق باسمها طارق عز الدين عملية القدس التي أكد هو الآخر أنها تأتي في سياق استمرار مقاومة الاحتلال. كما قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن هذه العملية هي رد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة على امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إير لابيد إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قدمت له إحاطة أمنية حول عملية القدس والبحث عن المشتبه بتنفيذها. وأضاف لابيد أن الأجهزة الأمنية لن توقف جهودها إلا بعد اعتقال المنفذ، مشيرا إلى أن عملية البحث يجريها الشباك والجيش وقوات الشرطة الإسرائيلية. من جهته توعد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بإلقاء القبض على منفذ عملية القدس ومن ساعدوه، واصفا العملية بالقاسية. وانضم إلينا مراسلنا من القدس أحمد دراوشة. أحمد أهلا بك. إذا ما الجديد لديك فيما يخص هذه العملية؟ هل من أرقام جديدة فيما يخص عدد المصابين وما هي آخر التحركات؟ سونيا، الجديد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت المشتبه بتنفيذ العملية قبل دقائق قليلة، بعد نحو 6 ساعات من تنفيذها. العملية بدأت عند 1:30 بعد منتصف الليل، اقترب خلالها الشاب من منطقة حائط البراق من ساحة قريبة من الحائط، أطلق النار على حافلة ومن ثم أطلق النار على مارة ومن ثم أطلق النار على سيارة في تلك المنطقة، ما أدى إلى إصابة 8 أشخاص نصفهم إسرائيليين كانوا يغادرون حائط البراق باتجاه مناطق أخرى في مدينة القدس. أهمية هذه المنطقة هي أنها منطلق اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، وتأتي بعد توتر الأجواء في المدينة إثر سماح الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 2000 مستوطن باقتحام المسجد الأقصى المبارك خلال يوم الأحد الماضي في ذكرى ما يسمى خراب الهيكل المزعوم. تزامن هذا الإجراء مع الحرب الأخيرة على قطاع غزة، ما تسبب بتصاعد الغضب في مدينة القدس. خلال الليلة الماضية اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سلوان المجاورة للمسجد الأقصى المبارك وفرضت حظرا للتجوال فيها ومنعت أهلها من مغادرتها للاشتباه بأن منفذ العملية أو المشتبه بتنفيذ العملية كان في الحي خلال الليلة الماضية. الآن بعد نشر بيان عن اعتقال المشتبه بالتنفيذ فإن الشرطة الإسرائيلية لم تعلن عن مكان اعتقاله إن كان داخل سلوان أو داخل منطقة أخرى. أيضا خلال الليلة الماضية شهدنا نشر حواجز للشرطة الإسرائيلية في مناطق مختلفة من مدينة القدس، بالإضافة إلى إغلاق مداخل البلدة القديمة لبضع من الوقت. لكن يمكن الافتراض أنه بعد أن سلم أو بعد اعتقال منفذ أو المشتبه بتنفيذ العملية فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي سترفع حالة التأهب التي كانت موجودة في المنطقة. نقطة لافتة هي في تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الذي تحدث عن أشخاص وليس شخص واحد
ساعدوا المنفذ في تنفيذ العملية. من غير الواضح إن كان جانكس يقصد أشخاصا بعينهم نتيجة للاطلاع على معلومات استخباراتية أو أنه كان يقصد أو كان يتحدث في العموم. المراسل العسكري لموقع والله تحدث عن أن جانكس ألمح في تصريحه هذا إلى النتائج الأولية للتحقيق الذي جرى. منفذ واحد وعدة أشخاص ساعدوه بحسب الرواية الرسمية الإسرائيلية. يذكر أن هذه الرواية خلال الليلة الماضية تخللها عدد كبير من التضاربات. في بداية التغطية كان الحديث عن أكثر من عملية، عن إطلاق نار من داخل سيارة، عن منفذين أو ثلاثة منفذين، لكن خلال الليلة بدأت الصورة تتضح رويدا رويدا بأن منفذ واحد هو من نفذ العملية، لم يكن على متن سيارة، إنما دخل إلى تلك المنطقة المفتوحة حاملا سلاحا من نوع كارلو، أطلق النار ومن ثم خرج من تلك المنطقة راجلا. لكن الشرطة الإسرائيلية اقتحمت بشكل كبير الليلة الماضية سلوان واعتقلت 5 أشخاص وأفرجت لاحقا عن واحد منهم، وبقي 4 قيد الاعتقال. سونيا، لم تعلن الشرطة الإسرائيلية عن اسم منفذ العملية أحمد، صحيح؟ لم تعلن عن ذلك. الآن الحديث عن أنه هو من سلم نفسه وليس هي ما اعتقلته، ولكن الآن تقول إن الشرطة الإسرائيلية أنها غير واضحة 100% أنه إن كان هو من أشرف على العملية أو من نفذها أو من كل هذه التفاصيل العينية. فقط البيان الذي صدر هو بيان مقتضب، تقول أن المشتبه بتنفيذ العملية سلم نفسه خلال الدقائق الأخيرة لقوات الأمن الإسرائيلية بعد مطاردة استمرت لست ساعات. لم تعلن اسمه، لم تعلن إن كان هناك من ساعده في تنفيذ العملية، لم تعلن عن المكان الذي كان متواجدا فيه، ولم تعلن إن كان الأشخاص الذين اعتقلتهم خلال الليلة الماضية كانوا على صلة بمنفذ العملية التي معظم ما قامت به الشرطة الإسرائيلية تركز بالأساس في منطقة سلوان القريبة جدا، شارع صغير فقط يفصل بين مكان العملية وبين حي سلوان، وهو قرية كبيرة متشعبة أزقتها ضيقة، من هناك صعوبة كبيرة للشرطة الإسرائيلية من أن تعمل داخلها. وأيضا من النقاط اللافتة خلال هذه العملية أن كاميرات المراقبة التي تنشرها شرطة الاحتلال في كل مكان في القدس، تحديدا في المنطقة التي جرت فيها العملية وتحديدا في حي سلوان حيث تنشر كاميرات ذكية بإمكانها التعرف على الوجوه، لم تتمكن من التعرف على منفذ العملية ولم تتمكن من تعقبه إلى أن سلم نفسه هو، على الأقل وفق بيانات الشرطة الإسرائيلية التي تصدر الآن تباعاً.